يسأل ويقول: هل يوجد في كتاب الله آية يخاطب الله بها نفسه سبحانه وتعالى؟ لا أعلم شيئا من ذلك، وإنما الخطابات التي في القرآن الكريم إما أن تكون موجهة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة، وإما أن تكون موجهة إلى الناس عموما المؤمنين والكفار: يا أيها الناس، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، وإما أن تكون موجهة للمؤمنين خاصة، هذه هي النداءات الموجودة في القرآن، وإما أن تكون موجهة إلى كائنات مسخرة بقوله تعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، بقوله تعالى: يا جبال أوبي معه. فهذا نداء تسخير وأمر من الله سبحانه، أمر كوني من الله سبحانه وتعالى. أما أن الله يخاطب نفسه في القرآن فلا أعلم شيئا من ذلك. نعم.